ذلك من الثقافات التي وجدت في الأمة، وهذه أقلها ضرراً، أن البعض يحب أن يكون رأيه هو السائد وقوله هو الذي يمشي عليه الناس. والإمام مالك رحمه الله كتب الموطأ في زمنه، فأحب أمير المؤمنين في ذلك العصر أن يجمع الأمة على رأي مالك، لكن مالكاً لخوفه من الله ولعلمه قال لأمير المؤمنين: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، فلا يمكن جمع الناس على قول رجل واحد. وأبى أن يجعل كتابه كتاباً تستند إليه الأمة. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله كلمة عظيمة في شأن علم أهل الإسلام، قال عن علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام: اجتماعهم حجة واختلافهم رحمة، اجتماعهم حجة واختلافهم رحمة، لأن الناس بيئتهم مختلفة، أعراقهم مختلفة، لا يسعهم إلا الإسلام، ولا يمكن لأحد، لا زيد ولا عمرو، لا عالم متقدم ولا عالم سابق ولا عالم سيأتي، أنه يحوي الإسلام كله، وأنه أعلم الناس بالإسلام. لم يتعبدنا الله بأحد من الناس نمضي وراءه دون أن نلتفت إلا نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم. أما غيره عليه الصلاة والسلام، من أبي بكر إلى أصغر رجل في الأمة، لم يقل الله لنا كل ما قال لكم ذلك الرجل فخذوه، لم يقل لنا كل ما قال لكم ذلك الرجل فخذوه. خالف الإمام أحمد أمير المؤمنين عمر في مسائل، وخالف بعض الصحابة أبا بكر في مسائل، وخالف ابن عباس أمير المؤمنين عمر والعباس أباه في مسائل. هذا أمر نشأت عليه الأمة وسيبقى إلى قيام الساعة، وليس قول زيد بأولى من قول عمر بأولى من قول عمرو. فلا ينبغي أن يأتي أحد فيظن أن كل من تكلم برأي مستند على على نقل صحيح وعلى رأي صريح أنه أراد أن يفرق الأمة أو أن يأتي ويقال فيه ما لا يجب أن يقال. فكل ذلك ينبغي أن يعلم أنه لا يمكن لأحد أن يحمل الناس على رأي واحد. والرأي قد يكون اليوم ذائعا شائعا، ثم يموت، ثم يحيا بعد دهر، ثم يحيا رأي آخر. كل من قلب صفحات الفقه الإسلامي يجد هذا، وبعض ما يقوله بعض الأفاضل من اعتراضات لا يمكن أن تقوم على سوق. يقول البعض: لا يجوز أن تفتي الناس بما ليس عليه أهل البلد. هذا الأمر يمكن أن يتم قديماً، أما في عصرنا اليوم فإن الرجل يتكلم بالكلمة في قعر داره فتصل إلى أصقاع الأرض، تصل إلى أماكن بعيدة. انتفى قول أن تكلم الناس بما يمني عليه حالهم. نعم، لا يجبر الناس على أمر إلا ما اعتادوا إليه، هذا شيء، أما أن لا يقال إلا الشيء الذي اعتاده أهل البلد فهذا ليس بدين حقاً. وبعض الفضلاء يحتج بقول ابن تيمية رحمه الله إنه من قال في أهل بلد ما لا يعرفوه كلمة هذا معناها حقه أن يعزر أو أن يجلد، وهذا قول لا يمكن أن يصح، بل أظن أن نسبته لشيخ الإسلام فيها قول. ذلك أن شيخ الإسلام نفسه رحمه الله كان الناس في زمانه يأخذون بقول الأئمة الأربعة متفقين على أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع ثلاثة. هذا قول الأئمة الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وجل جمهورهم وأتباعهم. فجاء شيخ الإسلام فقال: إن طلاق الثلاث في مجلس واحد لا يقع ثلاثة وإنما يقع واحدا، فخالف علماء الأمة وجمهورهم، وكان على بينة من أمره ودليل من شرع الله. لم يقل ابن تيمية رحمه الله هذا القول هوى، ولا الأئمة قالوه هوى، لكن استبان لهم شيء واستبان له شيء. ثم اليوم في بلادنا ولله الحمد يفتى برأي شيخ الإسلام، فما كان مقصاً بعيداً سجن بسبب هذه المسألة، هو سجن بسببها واليوم يفتى بها على رؤوس الأشهاد. فقد يكون القول اليوم غير ذائع ثم يكون بعد قرن ذائعة. لا يجوز لأحد أن يغيب عنه روح الإنصاف ويأخذ في الأمة ما يشاء. والمقصود هذه الثقافة تأتي من أين؟ أن الإنسان أحياناً يفهم الإسلام من بيئته. الإسلام أضحى ديناً عالمياً لأنه يخاطب كل بيئة ويحتوي كل أحد، ولا يوجد أحد لديه عباءة تستطيع أن تحتوي المسلمين جميعاً.
المسلمون لا يحتويهم إلا الإسلام، لا يحتويهم سلطان، ولا يحتويهم عالم، ولا تحتويهم جماعة، ولا يحتويهم مذهب فقهي، لا يحتويهم إلا الإسلام. وكل مسؤول عن نفسه، ما يغلب على الظن أنه أتقى لله يتبعه، وما يغلب على الظن أنه بعيد عن الصواب يجتنبه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا مؤمن عامي سأل من يثق في دينه من أهل الذكر فأجابه، فلا تكلف ذلك العامي ما لا يطيق.